قد أفلح من زكاها يعني الباري عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله عز وجل أوامره أحكامه صفاته كتابه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المساجد البيت الحرام هذه كلها شعائر الله عز وجل. فالأدب مع الله عز وجل بأن يعظم الإنسان شعائر الله. لكن هذا التعظيم كيف يأتي؟ يأتي من كثرة المهابة ومن كثرة ذكره لله سبحانه وتعالى ومن كثرة تعظيمه لله عز وجل، عندئذ يعظم هذه الآثار، آثار الله شعائره في الأرض. نعم، يعظم كتاب الله، يعني إذا تلي كتاب الله عز وجل لا يمكن أن يتشاغل عنه بالقيل والقال وما إلى ذلك، مستحيل. وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا لا يلغو ولا يكون مع التائهين والغافلين، يكون مع الذاكرين لله عز وجل. لا يأتي يعني يستعمل كتاب الله عز وجل والآيات التي تتلى من كتاب الله عز وجل لمصالحه الدنيوية ولعادات دنيوية عارضة، لا يفعل ذلك، لأن هذا يتنافى مع الأدب مع الله عز وجل. يعني الآن تجد آيات القرآن تتلى على المآذن، كانوا فيما مضى الأحد ليلة الاثنين والخميس ليلة الجمعة قبيل أذان العشاء يسبحون يصلون على رسول الله، جيد ماشي الحال، صح له الواحد سمع بيسمع، ما صح له ما مشكلة. الآن استعاضوا عن ذلك بتلاوة القرآن على المآذن في كثير من المساجد، هذا يتنافى مع الأدب مع الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أنت عم تعرض كتاب الله عز وجل للغو. كيف اللغو؟ الناس قاعدة مشغولة بشأنها بأعمالها بشؤونها حتى بلهوها كمان، مو فاضين يسمعوا، وأنت عم تجي تعرض كتاب الله عز وجل لسوء أدب الناس معه، أنت اللي عم تعرضه، فأنت الذي تسيء الأدب إذن وليسوا هم. الفقهاء يقولون يحرم مو يكره، يحرم على الإنسان أن يجلس في قارع الطريق حيث الناس يغدون ويروحون إلى شؤونهم أعمالهم فيجهر بقراءة القرآن، لأنه يحرجهم إن تركوا أعمالهم، فهم طالعين مشان يشتغلوا مو مكلفين بهذا، وإن عكفوا على شؤونهم أعرضوا عن كتاب الله، وأنت اللي عم تسبب ذلك، ولذلك هذا غير جائز. نعم، الأدب مع الله سبحانه وتعالى ثمرة من ثمرات تعظيم الباري سبحانه وتعالى، فلا يقتحم أحكام الله سبحانه وتعالى بفتاوى باطلة، أي تتنافى مع الأدب مع الله. إيه من سأله سؤال يلا شو خطر بباله بيجاوب، شو ما أجب باله بيحكي. نعم، هذا يتنافى مع الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم، وجد ورقة في الأرض في عليها لا آيات من القرآن بل أسماء مقدسة، من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الورقة وأن يطيبها وأن يضعها في مكان أو أن يحرقها، وعكس ذلك هو إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى.